صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. ولسه مكملين في سلسلة مختلفة، وسلسلة غرضها الصحة من الطبيعة، وتكلمنا على المية وأهميتها، وحنكمل لسه أهمية المية ومحتواها وقلويتها أو حمضيتها مع الدكتورة سوريا دوفال، استشاري الصحة والطب التكاملي. صباح الخير دكتورة سوريا. صباح النور. اعتقد الناس كلها منتظرة تسمع النهاردة بقى جزء مهم في المية، اللي احنا اتكلمنا على الـ HCO2، قلنا دي تكنولوجيا جديدة، واتكلمنا على اهمية المية لجسمنا. المية فيها معادن، والمية ليها نسبة حمضية وقلوية. أيوة. دي بتأثر على الجسم وعلى طبعاً الصحة. بالتأكيد. طبعاً. تمام. بالتأكيد. يعني احنا اتكلمنا على نوع واحد من المية دلوقتي اللي هو H3O2. في نوعين تانيين انا ممكن اتكلم فيهم. اللي هو الالكالين ووتر او المية القلوية. او مية الأوزون. واعتقد ان الحالتين دولت بدأوا برضو ناس كتير قوي يبقى عندهم اهتمام بيها هنا في مصر الفترة اللي فاتت دي. نسمع كتير قوي عن ميه في السوق دلوقتي بتقول ان هي ميه قلويه وكده، وان دي افيد للصحه وبتاع، وده طبعا صحيح. لكن انا عايزه الناس تفهم ان الميه اللي هما بيشربوها واللي بنقول عليها معدنيه دي مش ميه معدنيه. ميه معدنيه يعني ايه؟ يعني ميه فيها معادن. تمام. لكن اللي احنا بنشوفه اللي موجود في السوق ما هياش ميه معدنيه، دي مية مفلترة. فخلوا بالكم جدا من الموضوع ده، دي مش مية معدنية، وممكن تكون أضرارها كمان كتيرة جدا لأن ما فيهاش المعادن الكفاية اللي الجسم محتاجها. التوازن بتاع المعادن نفسه مش مظبوط. التوازن بتاع المعادن زي مثلا الحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم. فدي ودولت بيبقوا معادن الأساسية المهمة جدا بالنسبة للجسم. احنا عندنا في مصر هنا 80% من الناس بيعانوا من الزنك ديفيشنسي او من نقص الزنك، بالذات السيدات وتساقط الشعر والحد. كذا حلقة عملناها عن الموضوع ده. بالظبط. ان احنا ناخد ميه زي الميه المعدنيه، لان الميه المعدنيه مش متواجده غير من الابار العميقه او من الجبال، الرينفولز من الجبال. ف ممكن ان احنا نستعين بحاجات خارجيه بحيث ان احنا نحول الميه العاديه دي هات لميه قلويه، يعني اجهزه او حاجه بقى ممكن تساعد. يعني هي ممكن تكون الكالين بار او يعني زي عود حديد كده، بيتحط في المية. فيه معادن، فيه المعادن الأساسية البوتاسيوم والزنك والآيرون والماجنيسيوم. وبتتحط في الإزازة لفترة معينة على معيار لتر معين لفترة معينة. وبتكفي مثلا لل 300 لتر، هتكون كمان أرخص بكتير من المية مثلا اللي موجوده في السوق اللي هي المعدنيه حاليا، اللي هي غاليه جدا ومش امكانيه الناس كلها. انا قصدي حضرتك الميه العاديه اللي خالص العاديه بتاعتنا اللي بتنزل من الحنفيه وتحط فيها البار دوت بالمعادن المكونات بتاعتها. ايوه. وتبقى اوفر وارخص. وتبقى اوفر وارخص. فكره كويسه. أيوة. طبعا جدا. وتبقى مفيده للصحه، وتبقى فيها حته القلويه والمعادن المطلوبه للجسم. المعادن المطلوبه للجسم. طيب احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره سوريا دوفال، استشاري الصحه والطب التكاملي، وهنكمل تاني لسه في حلقات مهمه وليها علاقه بالطب التكاملي وعلاجنا من الطبيعه. فانتظرونا ان شاء الله في حلقات لاحقه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره. يا ريت نكون اضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجه والعافيه والصحه. ولو عندكم اي اسئله او اقتراحات او معلومات ابعتوها على صفحة روشتة على الفيسبوك، أو تتصلوا برقم 011-0-820-24. روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت
وسعدية حسين.